إن شاء الله راح نتكلم عن الغذاء هو سرطان المعدة. طبعا أعلنت جميع يعني جمعية السرطان الأمريكية عن قوائم المخاطر الغذائية والعوامل الوقائية لسرطان المعدة والأطعمة يعني المدخنة والأسماك واللحوم المملحة والخضار المخللة، وأيضا أظهرت زيادة في خطر الإصابة بسرطان المعدة أن مواد النترات والنتريت الموجودة عادة في اللحوم المقددة يمكن أن تتحول من خلال يعني بعض البكتيريا مثل الكيليهوكو باكتر بالوري. هذه البكتيريا ممكن تسبب مواد تسبب سرطان المعدة عند الحيوانات، ممكن تسبب قرحة في المنطقة من ناحية أخرى يعني. وأن تناول يعني الخضار والفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل يعني كفيتامين يعني جا أو فيتامين ألف قد تخفف مخاطر الإصابة بسرطان المعدة. من الضروري استشارة الطبيب والمختص في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.